لم يعد اصطحاب السوائل المختلفة يشكل عقبة أمام المسافرين، حيث سيكون بمقدورهم حمل ما يرغبون به من السوائل خلال السفر بالطائرة. يعود الفضل في ذلك إلى أجهزة المسح الضوئي الجديدة التي بدأت تجربتها في 35 مطارا حول العالم للتأكد من فاعليتها وقدرتها على التحليل السريع، منها مطار هيثرو الدولي في لندن الذي يعتبر المطار الأكبر في العالم. أجهزة الفحص الذكية والتي تعمل بأشعة الليزر ستختصر الطوابير التي تنتشر في المطارات وتعيق حركة المسافرين من أجل التدقيق الأمني للأمتعة التي يحملونها، وذلك لقدرتها على تحليل المواد ومعرفة محتواها بما في ذلك تحليل السوائل دون فتحها والمساس بها، كما أن لديه القدرة على التمييز فورا بين السوائل العادية وتلك التي يمكن أن تستخدم في صناعة القنابل والمتفجرات. ومن المعروف أن ركاب الطائرات غير مسموح لهم بحمل أي مواد سائلة على متن الطائرة يزيد حجمها عن 100 ملي لتر، خوفا من حمل بعضهم لسوائل خطرة أو متفجرة، وهو ما يتسبب في إتلاف أطنان من زجاجات سوائل في المطارات سنويا، بما في ذلك عبوات العطور غالية الثمن أو الأدوية التي يضطر المسافرون للتخلص منها قبل العبور على بوابات التفتيش الأمني في المطارات.